أحسن الله إليكم. تقول: مسلم أخذ من مال والده بغير إذنه لقصد القرض ثم رده بعد مدة من الزمن مثل ما أخذه لم ينقص منه شيئا، فهل يلحقه بذلك إذن على أنه كان مضطرا إليه؟ وماذا يترتب عليه؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. نعم، يلحقه إثم لأنه أخذ من مال غيره بغير إذن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لك أن تأخذ من مال غيره بغير إذنه، غير إذنه، وليس ذلك قرضا. القرض لا بد أن يكون من طرفين، من مقرض ومقترض، ويكون بطيبة نفس من المقرض، ويكون المقرض أيضا جائز التصرف لأنه مال مسلم والقرض تصرف، فلا بد أن يكون من جائز التصرف. نعم. وماذا يترتب عليه؟ ترتب أن ترد الحق وأن تطلب منه المسامحة ولا تعودين في هذا. نعم.